ازاي عملت برضو التوليفه اللي تخلي اتنين محترفين يجوا قبل المباراه بيوم او بيومين ويلعبوا المباراه وتفوز على فريق كبير زي نادي الزمالك؟ Yes, نعم كما قلت هذه كانت الخطوة الأولى. الفريق كان هائل وكان يريد أن يكسب وكان علينا أن نختار التخطيط وأن يكونوا جزء من هذا الفريق كما قلت من قبل أن ندعم الثقة وكان من السهل علي أن أشرح لهم ما الذي أريده وكانت هذه هي المرحلة الأولى وأيضا دوري كان شرح والحديث معهم كانت لدي الكثير من الاجتماعات معهم لم أجريها من قبل في حياتي والمجلس الإدارة أيضا ساعدني كثيرا وكابتن إسلام حسين كان ساعدني كثيرا الحقيقة في عملي في كل المجالات وعمله كان هام للغاية. نعم علي أن أقول أني تحدثت معهم كثيرا على الطرق والتكتيكات وما الذي أريده والخطة التي سنلعب عليها وكما قلت من قبل إعطائهم دفعة وثقة لأن هؤلاء اللاعبين هائلين في الحقيقة وهم جيدون للغاية ومميزون ويعرفون كيف يلعبون.